العاشر من أكتوبر من عام 1931 ولد الطبيب البروفيسور مسلم بن سيف بن علي البوعلي. درس في المملكة المتحدة وعمل بها، ثم في مستشفى ميامي للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح في عام 1967 زمالة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال. عاد إلى عمان سنة 1977، ثم عاد إلى أمريكا، ثم إلى عمان مرة أخرى في عام 1981. تقلد مناصب في المجال الصحي والأكاديمي، وساهم بمبادرات صحية مهمة، منها حملة تحصين واسعة للأطفال، وإدارة مبادرة المستشفى صديق الطفل، وترأس حركة مناهضة التدخين، وغيرها من المبادرات، وأسندت إليه عضويات ومهام في اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. نال مسلم البوعلي التقدير والتكريم من العديد من الجهات المحلية والدولية، وتوفي في يونيو من عام 1997.